اهلا بيكم، معاكم الدكتور تامر، اخصائي البطنه العامه. في الفيديو ده هنعرف اذا كان وزنك مناسب لطولك ولا لا، وايه الطريقه اللي تعرف بيها الكلام ده. في البدايه لازم نعرف ان السمنه بقت مشكله كبيره جدا في العصر اللي احنا فيه دلوقتي، وليها دور كبير في امراض القلب وامراض الضغط وامراض السكر وخشونه المفاصل ومشاكل العظام عموما. فلازم نعرف وزننا المثالي ايه بالنسبه للطول بتاعنا، عشان بعد كده نقدر ننزل وزننا للوزن المطلوب. كانوا زمان بيقولوا لنا ان لو طولك 150 سنتي يبقى وزنك 50، لو طولك 160 يبقى وزنك 60 كيلو، طولك 170 يبقى وزنك 70 كيلو. طبعا الكلام ده غير دقيق وغير صحيح. عشان كده الطريقة اللي نعرف بيها الوزن بتاعنا مناسب لطولنا ولا لا هي معادلة كده صغيرة اسمها مؤشر كتلة الجسم او البودي ماس اندكس. ببساطة المعادلة دي بتتعمل بطريقتين، واحدة صعبة وواحدة سهلة. هنبدأ بالصعبة، الصعبة اللي انت هتعملها بايدك، اللي هي انت بتجيب وزنك بالكيلو جرام وتقسمه على مربع طولك بالمتر. ازاي الكلام ده؟ يعني مثلا لو وزنك 95 كيلو وطولك متر و80 سنتي، يبقى هنحط ال 95 في البسط وفي المقام هنربع طولك بالمتر، يعني طولك اللي هو متر و80 سنتي يعني 180 سنتي معناه 1.8 متر. فاحنا هنضرب 1.8 في 1.8 ونحطه في المقام، والبسط 95 اللي هو الكيلو جرام اللي هو وزنك. فلما نضرب ال 1.8 في 1.8 هيدينا 3.24%. فاحنا هنقسم ال 95 على 3.24% فهيدينا 29.3. يبقى كده معنى كده ان المعادله نتيجتها بالنسبه لك 29.3. طب انا فهمت ايه بقى من الكلام ده؟ المفروض في الشخص الطبيعي ان المعادله دي تطلع نتيجتها من 18.5 ل 25. طيب هي لو طلعت من 25 ل 30 زي المثال اللي احنا قلنا عليه، دي تبقى اسمها زيادة في الوزن. طيب لو طلعت من 30 ل 35 تبقى اسمها سمنة درجة أولى. طيب لو طلعت من 35 ل 40 يبقى سمنة درجة تانية. طيب لو طلعت أكتر من 40 يبقى اسمها سمنة مفرطة أو سمنة درجة تالتة أو موربت أوبيزيتي. طيب لو طلعت أقل من 18.5 يبقى اسمها نحافة وقلة وزن. طبعا دي الطريقة الصعبة لانك هتعملها بايدك، اللي انت هتجيب الوزن بالكيلو جرام وتقسمه على مربع الطول بالمتر زي ما قلنا بالظبط في المثال ده. طب ايه الطريقة السهلة؟ الطريقة السهلة ان في لينك هسيبه تحت هتضغط عليه وهتشوف هنعمله ازاي بالظبط زي كده. دلوقتي لما ندخل على اللينك اللي انا سايبه تحت هيفتح لنا الصفحة بالشكل ده. فاحنا هنا بنكتب الطول مثلا وليكن 175، ولازم هنا احدد هل هو بالسنتي ولا بالمتر ولا ايه بالظبط، ولا بالانش بالبوصة. طبعا احنا هنا بالسنتي 175 سنتي. هنا بحدد الوزن، بقول مثلا لو واحد نفرض ان وزنه 60، وهنا برضو هل هو بالباوند ولا بالكيلو، هو طبعا بالكيلو جرام في مصر. فهنا بيديك ان النتيجة 19.5. يبقى كده عرفنا ان المعادلة نتيجتها 19.5، مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للشخص ده 19.5. كمان هنا بيعرفك ان 19.5 نورمال ويت، وزن طبيعي. هو المفروض ان احنا كلنا او الشخص الطبيعي يطلع في هذه المنطقة، لكن لو كان اقل من كده يبقى نحيف، لو اكتر من كده يبقى زيادة بسيطة، بعد كده سمنة درجة اولى، بعد كده سمنة درجة تانية، بعد كده سمنة مفرطة، الاربعة اللي تحت دول. لكن الطبيعي هذه المنطقة اللي هي من 18.5 ل 25. يعني مثلا لو سيدة مثلا طولها 166 سنتي وزنها مثلا 80 كيلو جرام، طبعا هنا دي بالسنتي وهنا بالكيلو جرام زي ما احنا قلنا، كده طلع ان البودي ماس اندكس بتاعها او مؤشر كتلة الجسم بتاعتها 29. نيجي نبص عليها هنا نلاقي مكتوب اوفر ويت، يعني زيادة في الوزن بسيطة، وهكذا. فاحنا بنحط المعطيات بتاعتنا هنا وبنلاقي النتيجة هنا، الطبيعي هي الخانة التانية بس. وفي النهاية أحب أشكركم، اشتركوا في القناة، اعمل لايك للفيديو وشير الفيديو. شكرا لكم.